أحسن الله إليكم. هذا مستمع من الجزائر بعث عددا من الأسئلة، يقول في أولها: هل تجوز المصافحة باستمرار مثل عند التقاء الإخوة في المسجد ثم بعد الفراغ من الصلاة ونحو ذلك؟ لا يجوز تكرار المصافحة إلا إذا حصلت مفارقة، إذا التقيا وصافح أحدهم الآخر ثم تفارقا ثم التقيا مرة ثانية فلا بأس بالمصافحة أو تكون مستحبة. أما إذا كان جميعا ولم يفترقا فلا تكرار للمصافحة ولا داعي لذلك. نعم. لو هذه الصورة مسائل كثيرة إن شاء الله، حينما ينفتل الإمام صلاته يبادر أهل وسط المسجد السلام عليكم مساك الله خير، هذا من ذلك؟ إذا لم يكن سلم عليه ولا لقيه لا بأس، أما إذا كان قد سلم عليه ولقيه فلا تخصيص لما بعد الصلاة. نعم.